خليني حضرتك كنت بتقول ان كابتن حسام البدري اكيد عامل حسابه لان محمد صلاح او ان اي لاعب ممكن في اي وقت يبقى مش موجود، ولكن وفي طبعا عناصر تانية بتعوض غياب محمد صلاح ومنهم زيزو، وانا بتفق مع حضرتك في ده جدا، ولكن برضو لازم اسالك انه الى اي مدى شايف انه ممكن غيابه برضو ياثر على المباراتين دول؟ مفيش شك هياثر. محمد صلاح انا بمثله بميسي في الارجنتين او ميسي في برشلونه. ما هو في اختيار افضل لعيب في العالم كان ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، صح؟ فهو وصل لمرحله انه يعني من عظماء العالم في الكوره. معنى غيابه ما فيش شك انه مؤثر، لكن المدير الفني بيقدر ان هو يستوعب الحاجه ديت، لانها دي لسه تصفيات، والتصفيات بتبقى دايما الفرق اللي موجوده ما هياش الفرق القويه اللي انا كمصر ما اقدرش ان انا اتجاوزها. محمد صلاح ان شاء الله بعد ماتش توجو هيبقى فيه فرصه تانية في التوقف اللي جاي. اعتقد لما نوصل للنهائيات اعتقد باذن الله تعالى يبقى محمد صلاح هيبقى مؤثر في الفتره دي. الولاد الموجودين باذن الله قادرين ان هم يقوموا بالعمل ويعني يعوضوا غياب محمد، لكن ما فيش شك ان هو مؤثر زي ما حضرتك قلتي. ما فيش شك. لكن البدلاء ان شاء الله يقوموا بالدور، وان شاء الله المكسب النهارده يكون مريح، واليوم الثلاث ان شاء الله لما نوصل بالسلامه هناك برضو المكسب هيبقى مريح. انا متوقع ان الولاد عليهم عندهم تحمل مسؤوليه باسم بلدهم، ودي حاجه كلنا بنفتخر بيها.